ازيكم؟ جبتلكوا وصفة سريعة وسهلة وتقدروا تعملوها في أي وقت، رز بالفراخ والكاري والبسلة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاك وصفة سهلة وبسيطة وسريعة لأي حد مش عارف يعمل أكل ايه النهارده. يعني مفيش أسهل من كده، بساطة ومقادير كلها بتبقى متوفرة في البيت. محتاجين فرخة كاملة منزوعة الجلد، ومحتاجين 2 كوباية رز الضحى، ومحتاجين بسمة، بسلة بسمة مجمدة، بصلاية كبيرة مفرومة، لومي مش أساسي خالص، معلقة ثوم كبيرة، كركم مطحون برضو مش أساسي بس أنا بحب أحط الحاجات خلي الأكلة مغذية على قد ما أقدر، كاري معلقة ونص صغيرة، كاري، ورق لورا، وحبهان برضو مش أساسيين بس أنا بحب أزودهم عشان الزفار. أول حاجة هعملها هنتبل الفراخ بنص معلقة كاري، طبعا ملح ده أساسي معانا، ونتبلها كويس جدا 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 كده. عايزين تقعدوها في التتبيلة دي شوية قعدوها، عايزين تعملوها على طول اعملوها. في حلة على النار حط شوية زيت زيتون يسخنوا، وبعدين هبدأ أعمل الفراخ شوك. ليه؟ عشان تدينا اللون اللي احنا عايزينه. سامعين الصوت ده؟ الفراخ أنا شايلة منها الجلد زي ما قلت، ودي حاجة مهمة جدا عشان الزفارة نقللها، بالذات ان احنا هنعمل اكلتنا كلها وان بوت. وان بوت يعني حله واحده. وهنبدا نقلب الفراخ تاخد اللون ونقلبها على الناحيه الثانيه. عارفين الشيبسي اللي بالكاري هي ريحتها كده بالظبط. الفراخ اذا بدات تاخد لون، دي اول واحده حطيناها. بصوا الوصفة الأصلية بقى، طبعا أميرة ده الوصفة دي مخصوصة ليكي بقى انتي وأمنية، عشان انتوا جاهزين معايا الفراخ. انتوا هتعملوا الصدور مفيش أي مشكلة، أي فراخ بالعظم. وليه بالعظم أو من غير عظم؟ والله يعني حتى بس عشان تدينا الصفحة. ونحط الورق اللورا والحبهان، ونستنى لغاية لما الفراخ تاخد اللون اللي احنا عايزينه. نفس الحلة هنحط البصل والثوم. انا كنت قفلت على النار بس عشان كان في مشكلة في الكونكشن، عشان كده النار هديت شوية. وهنقلب كويس. البصل اهو الثوم بيتحمروا، في الكاري والكاري هرجع احط بقيه مقدار الكاري كله، وهزود كركم عشان بس الرز يبقى لونه مصفر حلو. ادي الكركم، مش كتير يعني نص معلقه بس كده. طبعا الكركم فوائده فظيعه،
اقلب. بنتي دخلت من شويه بتقول لي انا شامه ريحه شيبسي، عشان طبعا الكاري احنا من عشاق الشيبسي بالكاري. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرجع الفراخ للميكس بتاعنا. طبعا الفراخ ما كملتش سواها، هتبدا هي تستوي وتطلع لنا السوائل. علي عليها تغلي، وبعدين استنى اوريكم شكلها. بصوا شكلها، هنستنى الميه تغلي ونغطي عليها 10 دقايق تكمل سواها، وبعدين نشوف هنحط الرز امتى. دلوقتي عليها كل التوابل بتاعتها، الكركم والملح واللومي والورق اللورة والحبهان، كله موجود فيها. تغلي وبعدين نغطي عليها ونسيب الفراخ تستوي 3/4 سوا عشان تكمل سواها مع الرز. الفراخ بتاعتنا بدأت توصل لمرحلة السوا. خلاص بصوا بتغلي ازاي. نرجعها تاني على النار. انا ما غطيتهاش عشان ما تعملش ميه كتير. وهنجيب بقى 2 كوباية الرز بتوعنا ضحى، مش مغسول، سامعني؟ مش مغسول. وهحطهم، انا اعتقد الميه كده كتير، يعني الميه كده مستواها. هوريكم المية كده مستواها كتير، فاعمل ايه؟ فاقوم جايبه كيس الضحى جنبي او مزوده شويه رز. انا عايزه الرز ابقى شايفاه، لان الفراخ الفراخ هتنزل ميتها والبسله هتطلع ميتها، وكده الرز هيعجن مننا. بصوا لسه برضو، لسه كمان شويه. كده كويس، كده مستوى الرز كويس. رجعه تاني على النار، اول ما يغلي ابدا اغطي عليه. اول ما يغلي هغطي واغطي عليه. انا عينه اهو هغطي عليه. وهسيبه يستوي، هياخد حوالي 15 لـ20 دقيقة. خلاص الوصفة كده خلصت معانا، الرز استوى تمام ومعجنش. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة دي سبسكرايب على اليوتيوب. يا جماعة اهم حاجة السبسكرايب، واعملوا فعلوا الجرس اللي هو نوتيفيكيشن بيل، عشان يجيلكوا اي وصفة انزلها يجيلكوا نوتيفيكيشن على طول، ما تضطروش تخشوا على القناة من الاول. الوصفة دي سهلة وحلوة لأي حد في الساحل، اكلة سهلة وبسيطة وبتتعمل في حلة واحدة زي ما انتم شايفين، وطعمها لذيذ جدا. هغرفها ووريكو هيبقى شكلها عامل ازاي في التقديم. بالهنا والشفا، اشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله، ويا رب الوصفة دي تكون عجبتكم.